امام عاشور هو الراجل اللي جايبه طبعا اختياره طبعا اختياره. طبعا طبعا. الصفقه دي انما هو امام عاشور هي صفقه الصدفه. الصدفه بمعنى ايه؟ وانت كنت متوقع ان امام عاشور يرجع دوري مصري؟ اي واحد بقى كلام تتمنى شيء. بامانه انا ها كنت اتمنى انه يكمل في الاحتراف على اعتبار ان عندي لعيبه اوروبيين وانت في حتى اوروبا. انا كنت اضحك اما اقول لك ده مسافر بس يمكن يرجع الاهلي، اقول ازاي يا جماعه كنت عايزين، بتقولها كده من انا قبيل. بيني وبين نفسي ازاي نفسي يجي. نفسك يجي طبعا والله طبعا طبعا نفسي يجي من ايام المحله، من ايام المحل. وبعدين لما راح الحرس لا ما ده يجي 100% في الزمالك طبعا. ايه اللي كان بيعطل مجيئه بقى؟ ما كانش في حد بيتحرك له. لا انت كنت بتكسب وفرقتك معشقه الزمالك لانه اكثر احتياجا وقتها انه يبني فرقته، وناس مشيت وناس عملت فكانوا اخف في الحركه معاه. شفت لك تصريح بتقول في موضوع امام ما تبتزناش بمبادئنا. ما تقعدش تقول لي هي دي مبادئك. مبادئي انا، بص يا استاذ ابراهيم كنت تقصد حاجه ايه في موضوع امام ده تحديدا هقول لك حاجه، بالجزئيه دي؟ هقول لك حاجه، انا ساكن وجاري معايا، حصل خلاف بين ابني وابن جاري، ماشي. لو ابن جاري شتم ابني مش زي ما ابني يشتم ابن جاري، لان ده انا مربيه فتصدم من سلوكه. ابني جاري ما اعرفش يعني ايه الظرف اللي مخليه بيطلع يشتم، وبعد شويه يروح ضرب الجرس ويقول انا اسف انا اسف. يعني هو راح لوليد سليمان في المستشفى واعتذر له مره واتنين. اقول لك على حاجه مفيش حد يعرفها في عز الازمه اللي حصلت ما بين وليد وامام. امام بعت لي، وانا اول مره يمكن اقول الموضوع ده، بعت لي مسج رساله بيقول لي كان معايا كابتن وليد سليمان كان ضيفي، وقال لي انا عايز اعمل مداخله ومحتاج ان انا اخد الاذن، واتحركنا له كفريق اعداد على فكره في وقتها ان احنا نجيب له الاذن، لولا ظروف لا علاقه بالتغطيه في الشبكه في المكان اللي هو كان موجود فيه، امام كان داخل على الهواء يعتذر لوليد رحمة سليمان على الهواء مباشره، ودي حاجه يعني أستاذ إبراهيم. يشهد الله هو ربنا لما عليها اعتذر يعني. في عز علاقته وتألقه في نادي الزمالك، ما كانش ماشي. لسه حتى راح. انا بس بقول شهادتي في الحته دي، في الجزئيه حلوة دي قوي بس، دي بتأكد على في كلامي. الجزئيه دي. فأنا لما واحد يغلط معايا ويعتذر وهو مش مدرك إن في يوم لم هيكون له علاقة بيا، ماشي ها ماشي. لو جاي بقى يتصاحب مع أولادي ويعيش معاهم وهقول له اخرج بره، لكن يوم ما يجي عندي بقى ويعمل غلطه من هذا النوع مش هقبلها، خلاص انت لان جيت. انا بقيت مسؤول اخلاقيا وثقافيا عنه. فانا ما احبش لعيبتي تتصرف كده، ما احبش، بدليل ان احنا خدنا اجراءات قاسيه جدا ضد اي خروج من اي لعبتنا. تفتكر ايمن روجي وتفتكر اي لعيب يعمل خروج بدون العقوبات اسباب. بتتراوح بقى من صحيح. ايقافات لغرامات قاسيه. فانا لما بقول كل واحد ابن ثقافه المكان، انا ابني ثقافه مكاني. صفقة سوبر بتشوفها إمام؟ وكان بيعبر عن نفسه كده يعني حتى الترصد هو، بس امام واقع في مشكله. ايه هي؟ الترصد، بمعنى ايه؟ الترصد مين ان كل شويه هيطلع عليه اشاعات وتحت الميكروسكوب قوي. شوف خرج ازاي، شوف مباوه ازاي، شوف بيضحك بتهكم ازاي، ايوه. شوف مش عارف ايه مين متركز بيكلمه، معاه. شوف عامل صوره في انستجرام عامله ازاي. نصيحتي ليه انسى الكلام ده كله. طيب ده كلام عظيم. اقف كابتن عند صالح الحته كان دي. يقول لي طب لا قول بقى الحته دي طالما لا كابتن لا صالح حب قبل الفاصل. لا بتخض من اللي بيهاجمني ولا بفرح من اللي بيهتف لي وعايز يشيلني على كتافه. ماليش دعوه بيهم، انا ليه دعوه بيا. يتساوى لدي المدح والذم. انا مش بعمل كده عشان الناس تحبني والناس تكرهني او اغيظ ناس، انا بعمل كده لان دي مسؤوليتي اللي بتعجب الناس.